تخيلوا أن هناك مئات الكاميرات تراقبكم من السماء الآن وتتابع تحركاتكم، تراقب كل حي وشارع في مدينتكم في نفس اللحظة وعلى مدار الساعة. إنها درون أرجيوس العملاقة، إحدى أبرز تقنيات المراقبة في القرن 21. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. أرجيوس طائرة مسيرة بمئات الكاميرات، تمتلك مواصفات تجعلها من أكثر تقنيات المراقبة رعباً، حتى نسمها مأخوذ من الأسطورة اليونانية القديمة العملاق أرجيوس ذو المئة عين. هذه الطائرة بإمكانها ملاحقة أي شيء يتحرك في مساحة تتراوح بين 40 إلى 100 كيلومتر مربع، تحتوي على 4 عدسات و 368 كاميرا، كل منها بجودة 5 ميجا بكسل، فيما تصل دقة الصور التي تلتقطها إلى 1.8 جيجا بكسل. ببساطة تخيلوا أن 368 هاتفاً محمولاً تصوركم من السماء وبنفس اللحظة. أرجيوس شكلت لحظة الإعلان عنها عام 2013 ثورة في عالم صناعة الطائرات المسيرة، حتى أن هناك أسراراً لم تكشف عنها لغاية اليوم. أرجيوس معروفة بضخامة حجمها وثقل وزنها، لكن ماذا عن أصغر درون تستخدم لأغراض أمنية؟ دعونا نخبركم عن الدبور الأسود. هذه الدرون تستخدمها عدة جيوش حول العالم لفهم ساحة المعركة عبر جمع المعلومات وتوفير المراقبة لحظة بلحظة وإجراء الاستطلاعات قبل أو خلال تنفيذ عملية عسكرية معينة. ميزتها اللافتة أنها تكاد أن تكون غير مرئية أثناء التحليق، وهو ما يمنع اصطيادها من قبل الطرف الآخر. يمكن للدبور الأسود الطيران في الليل والنهار بسرعة تصل إلى 18 كيلومتراً في الساعة، وبإمكانها التحليق لمدة 25 دقيقة متواصلة. طولها لا يتعدى 12 سنتيمتراً ووزنها 18 غراماً، وتحمل 3 كاميرات على هيكلها الصغير جداً، بينها كاميرا حرارية، فيما تصل تكلفة صناعتها إلى 40,000 دولار. الانتشار الواسع لطائرات المراقبة المسيرة قد يدفعكم للسؤال، كيف يمكن إسقاط درون معادية؟ وزارة الدفاع الأمريكية كشفت حديثاً عن نظام دفاعي جديد قادر على إسقاط نحو 66 طائرة مسيرة في آن واحد. هذا النظام يدعى ليونايدس. تقنية عمله تركز على إنشاء مجال قوة كهرومغناطيسية لا يمكن لأي جهاز إلكتروني المرور خلاله من دون أن يصاب بأذى. أرجيوس والدبور الأسود ما هما إلا مثالان بسيطان من عالم يشهد تطوراً متسارعاً في صناعة الطائرات المسيرة. وعلى الجانب الآخر تماماً، تظل الحكومات تبحث عن سبل مختلفة في التعامل مع خطر استخدام الدرونز في المناطق المدنية والعسكرية أو في مكان يهدد أمنها.